اللي يمثل الشعب العراقي السلطه التشريعيه اللي موجوده، البرلمان العراقي اللي بيه 360 نائب. لا نتحدث عن تشريعات، هذه السلطه التشريعيه اللي تمثل الشعب العراقي. بس خلينا نكمل سؤالي. لا نتحدث عن تشريعات الدستور، بس اسمح لي، الدستور العراقي. لا نتحدث استاذ كاظم، او نحن نتكلم بالدستور ولا نتحدث عن تشريعات. التشريعات يا سيدي الفاضل، نعم، مجلس البرلمان، الحكومه داخل مجلس النواب، صحيح، بس تسمح لي اكمل كلامي. حتى مع هذه الحاله، حتى مع هذه الحاله، بس اسمح لي، بس اسمح لي، اسمح لي، انت اسمح لي استاذ كاظم. لا لا، انت تسمعني، اسمح لي، اوضح لك سؤالي وبعدين ترد براحتك. الدستور منح صلاحيه كامله للحكومه باتخاذ قرار السلم والحرب، الفضاء الوطني بلا استثناء، بلا استثناء وبمن فيهم الاطار التنسيقي مؤيد لتوجه الحكومه. الشعب العراقي موقفه كلش واضح، ما يريد يكون العراق ساحه للصراع أو الحرب. المرجعية لم تدعو إلى جهات كفائي. انطيني المصوغ لمصادرة قرار السلم والحرب من قبل كل هذه الجهات. أربع نقاط تفضلت فيها. أولا، نعم، مجلس النواب يمثل الشعب العراقي في مسألة التشريعات ومراقبة مؤسسات الدولة، وحتى في هذه الحالة مجلس النواب واضح في قراراته ومواقفه تجاه ما يجري في المنطقة بصورة عامة وفي فلسطين وفي لبنان. واحد. اثنين، لا يوجد هناك جر للعراق للحرب. الحرب قائمة وتقودها الولايات المتحدة الأمريكية بحماية الكيان الإسرائيلي ودعمه بالسلاح. ثلاثة، لماذا يحق وين الحرب على العراق الآن أصلا يا أستاذ كاظم؟ أكو حرب على العراق هسه وإحنا ما نعرف فيها؟ سيد الفاضل، أنا أول وحدة أرجوك أن لا تقاطعني في مسألة إكمال الفكرة، هذا واحد، حتى الفكرة تتسلسل. يلا تفضل. ثانيا، المنطقة الآن في حرب مفتوحة، والعراق في حالة دفاع عن نفسه. عندما يعتدي الكيان الإسرائيلي على المنظومة الأمنية ويكون لدينا شهداء، يجب أن يكون هناك موقف عراقي. هذا واحد. موقف المرجعية، نعم، لم تدعو إلى جهات كفائي، لكن بياناتها واضحة، وخصوصا في مسألة استخدام مفردة إزالة الاحتلال من الأراضي الفلسطينية. واحد. اثنين، البيان الثاني فيما يخص القضية الفلسطينية، مسألة تقديم الدعم. البيان الثالث فيما يخص لبنان، بكافة الوسائل المتاحة، نص المفردات الموجودة في بيانات المرجعية. بالتالي المرجعية مع هذا الاتجاه. طيب. ثلاثة، لا يوجد موقف، اسمح لي، فيما يخص موقف الشعب العراقي. باختصار. موقف الشعب العراقي واضح الآن نعم. موقف الشعب العراقي واضح الآن باتجاه دعم لبنان وفلسطين. أي شعب؟ أي شعب إذا تحدد لي؟ أي شعب إذا تحدد لي بالضبط؟ أي شعب اللي تتكلم عنه؟ أغلبية الشعب العراقي التي الآن تفزع كهكذا بهذه المفردة العراقية الواضحة والصريحة، التي تفزع على مستوى بيان وتوجيهات المرجعية في الدعم الكامل للحالات الإنسانية والصحية وغيرها من الأمور الأخرى للبنان وفلسطين.